طيب احنا هنكمل بقى دلوقتي في موضوع رانكين. احنا خلصنا المره اللي فاتت تقريبا معظم الموضوع، بس عايزين بس ننبه على كام نقطه كده زياده عن اللي قلناهم يعني المره اللي فاتت. طيب اول حاجه هنعملها مساله جديده لما يكون طبقه كلي بدءا من الاول لحد الاخر وفي ميه في وسطها، هنشوف هنتعامل معاها ازاي، وبعد كده هنشوف الاستابيليتي بتاع الحيطه بناء على القوه بقى اللي احنا هنستنتجها المفروض هنتعامل معاها ازاي. تمام. طيب المساله اللي قدامنا دي بيقول لي حيطه بدءا من منسوب 12 خلصانه عند منسوب سالب 8، يعني ارتفاعها الكلي 12 زائد 8 يعني 20. طبقه سيلتي ساند المفروض فيها سي وفيها فاي، السي ب 3 طن على متر سكوير والفاي ب 35 والجامه ب 1.85. في منسوب ميه جوفيه على 8 يعني في 4 متر ما فيهمش ميه، ومنسوب الاكسكفيشن ليفل على 0. مساله زي دي هتتعامل معاها ازاي؟ اول حاجه هرسم الايرث بريشر دايجرام بتاعي، وطبعا انت عارف انه لو مفيش كيو اكتف بتفرض ان انت مينيمم سيل تشارج لود بواحد طن على متر سكوير، يبقى انا هحط هنا كيو مينيمم واحد طن على متر سكوير. تمام. هروح ارسم الايرث بريشر دايجرام، فعشان التربه فيها سي انا هروح ارسم الشكل المبدئي بتاعي اللي هو فيه شويه تنشن وبعدين بيقل التنشن لحد ما يقلب كومبريشن. تمام كده. والقيمه دي اسمها 2 سي جذر الكي اكتف ناقص كيو في الكي اكتف، والقيمه دي زي ما تقول. تمام. واحنا عارفين ان المسافه من الاول لحد نقطه الزيرو بنسميها زد كراكنج، ودي اللي احنا عايزين نحسبها. والناحيه الباسيف هرسم مستطيل بيمثل 2 سي، هنسميه بقى اي، هسمي ده اي 1. تمام. وما ننساش مثلث الميه هنسميه اي 2، وبعدين كده في الباسيف هيبقى اي 3، وفي مثلث السويل اي 4، ومثلث الميه ناحيه الباسيف اي 5. تمام كده. طيب وبعدين احسب لي الكي اكتف والكي باسيف. فانا عندي الكي اكتف هتساوي 1 ناقص ساين 35 على 1 زائد ساين 35، هيطلع تقريبا 0.27. تمام. والكي باسيف مقلوب الكلام ده 1 على الكي اكتف هيطلع تقريبا 3.969. حلو كده. طيب وبعدين روح احسب الزد كريتيكال. تعالى نحسب الزد كريتيكال كده نشوف هنعمل ايه. فانا عشان احسب الزد كريتيكال فور كراكنج زون هعمل اسامبشن. ايه الاسامبشن؟ هاسيوم ان الزد كريتيكال اقل من 4 متر. ليه اقل من 4 متر؟ علشان تبقى فوق الميه. طب ليه فوق الميه؟ عشان انا هفترض في الجامات اللي انا هستخدمها ان كلي دراي. تمام كده. فتعالى كده نشوف الزد كراكنج هحسبها ازاي. هتساوي 2 سي جذر الكي اكتف ناقص كيو في الكي اكتف، الكلام ده هقسمه على جاما في الكي اكتف، وجاما هنا جاما بالك لان انا افترضت ان انا الزد كراكنج كلها جوه الدراي. تعالى نعوض 2 في 3 في جذر 0.27، وهطرح منها 1 في 0.27 واقسم الكلام ده على 1.85 في 0.27، الكلام ده يطلع لي 5.3 متر. خلاص. فالزد كراكنج اللي انا حسبتها طلعت اكبر من 4، يبقى انا الفرض بتاعي كان غلط. تمام. بس من هنا هعرف حاجه. هعرف ايه؟ هعرف ان انا لو كنت حسبت الطبقه كلها على بعضها ان الزد كراكنج تحت الميه، في جزء منها داخل تحت الميه. يعني ايه؟ يعني الاربع متر دول كلهم زد كراكنج. خلاص. يبقى انا عرفت ان الزد كراكنج هتساوي 4 متر زائد رقم تحت الميه اندر جراوند ووتر تيبل. عايز بقى احسب الرقم ده. تمام. فتعالى نشوف الرقم ده هنحسبه ازاي. اندر جراوند ووتر تيبل. تمام. طلع لي زد كراكنج. تعالى نحسب زد كراكنج تحت الميه. ادي زد كراكنج بتساوي 2 سي جذر الكي اكتف ناقص كيو في الكي اكتف على جاما سبميرجد في الكي اكتف. ليه؟ لان انا تحت الميه. في حاجه ناقصه فوق؟ ليه بقى؟ في حاجه ناقصه ان انا بحسب زد كراكنج كان دي طبقه جديده، وبالتالي لازم احسب تاثير الطبقه اللي فوقيها عليها، وبالتالي هحط هنا ناقص كانها سيل تشارج لود جاما دراي او جاما بالك في الاتش 1 سميها في الكي اكتف.
لو سمينا دي كده اتش واي. تمام كده؟ روح عوض. فانا عندي 2 في 3 في جذر 2.27 ناقص 1 في 0.27 ناقص 1 85 في 4 متر في 0.27. الكلام ده هيتقسم على جاما سبمرجد 0.85 في 0.27. فالكلام ده هيطلع لي كام؟ هيطلع لي تقريبا 2 و هيطلع لي كام؟ دول 4 يبقى 3.7 تقريبا. 3.69 متر. تمام؟ يبقى الزد كراكنج الكليه بتاعتك بكام؟ هتساوي الاربعه اللي انا قلت عليها فوق زائد 3.96 بتساوي 7.69 متر. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ يبقى انا لو رحت بصيت هنا على الشكل بتاعي المفروض ان انا هنزله لتحت شويه. تمام؟ فيبقى المثلث بتاعي هيوصل ل 7 متر يعني هنا تقريبا. تقريبا كده، تمام؟ وده اي واحد. حلو كده؟ طيب، حالة زي دي عندك وجهتين نظر، وجهة النظر الأولانية بتقول لك إيه؟ إن مفيش زد كراكنج تحت المية، وبالتالي أنا هعتبر الزد كراكنج بتاعتي 4 متر. تمام كده؟ فلما أجي أرسم المستطيل بتاعي هرسمه من أول هنا. تعالى كده حطها هنا كده. هرسم المستطيل بتاعي من أول هنا. وقيمته هتساوي كام؟ الـ E 1 اللي إحنا مسمينها هتساوي جاما في H ناقص زد كراكنج في الـ K أكتف. صح كده؟ وجاما سبمرجد لأن أنا كلي تحت المية. يعني 85 من 100 في الاتش كلها اللي هي 20 لان الحيطه من 12 لسالب 8 ناقص 4 بس في الكي اكتف 0.27. تمام؟ حد تاني هيقول لك لا انت خد الزد كراكنج زي ما هي تحت الميه فوق الميه خدها. خلاص؟ فالاي واحد عندي هتبقى جاما سبمرجد برضو لان انا كلي تحت الميه في اتش ناقص زد كراكنج في الايه؟ في الكي اكتف. يعني بتساوي 0.85 في الاتش كلها اللي هي 20 ناقص زد كراكنج كلها اللي هي 7.7 في 0.27. ولكن في الحالتين لازم ترجع توزع الضغط على الطبقه من اولها لاخرها. تمام كده؟ يبقى هنا اي واحد هتساوي اي سمول واحد في الاتش كلها اللي هي 20 على الاثنين. ونفس الكلام الناحيه الثانيه الاي واحد هتساوي الاي سمول واحد في الاتش كلها اللي هي 20 على الاثنين. تمام كده؟ دي وجهة نظر ودي وجهة نظر. الاختلاف فين؟ في قيمة الاي سمول. هل هتطرح الزد كراكنج كلها؟ ولا هتطرح الزد كراكنج فوق المية بس؟ تمام كده؟ شوفوا انتوا هتتوافقوا في ايه على ايه مع الدكتور وايه واشتغلوا زي ما هو يقول. خلاص كده؟ دي صح بالنسبة لكودات معينة ودي صح بالنسبة لكودات معينة. خلاص؟ فاللي احنا نتفق عليه نشتغل عليه، خلاص؟ فآدي القصة بتاعت الزد كراكنج لما يكون فيها مية من فوق. هيحصل لك مشكلة تحت؟ في أي مشاكل ممكن تحصل؟ لا. ليه؟ لأن الباسيف ما فيهوش مشكلة تنشن، وبالتالي الاتنين سي بالموجب والجاما بالموجب والجاما ووتر بالموجب فما فيش مشاكل. الكريتيكال أكتر اللي هو هيجيب ضغط أكتر على الحيطة الحل ده. تمام كده؟ طيب. لا والله الحل ده ولا أكتر. الحل ده اللي اكتر. الحل ده اكتر. الحل ده اكتر، تمام؟ طيب يبقى الحل ان انا ههمل الجزء بتاع التنشن اللي تحت الميه ده هيجيب ضغط اكتر، خلاص؟ بس زي ما قلت لك ده صح وده صح. يعني ده منطقي او ده مظبوط بالنسبه لكودات معينه وده مظبوط بالنسبه لكودات معينه. خلاص؟ وما انساش وانا بقى ايه عمال احسب كده وبدور ما انساش مثلث الميه. يعني المطلوب اللي جاي هيقول لك ايه هات لي سميشن الاي اكتر. بغض النظر عن الطريقه اللي انت حسبت بيها الاي دي ما تنساش مثلث الميه. تمام؟ طيب ده كده الموضوع الاولاني اللي كنت عايز اتكلم عليه فرانكن. الموضوع الثاني بقى اللي هنتكلم فيه فرانكن ايه الاستابيليتي او مودز اوف فيلير اللي ممكن تنهار بيها الحيطه، وايه ازاي احكم على الارقام اللي طلعت لي من المساله وانا بحل.
طيب تعال نشوف ايه المودز اوف فيلير بتاعه الايرث ريتيننج سيستم. اللي انا هقوله دلوقتي مش كل المودز اوف فيلير خلاص، بس حاجه مبدئيه كده عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. اول حاجه ممكن تحصل للحيطه ان هي يحصل لها ترانزيشنال موفمنت. يعني ايه ترانزيشنال موفمنت؟ حركه انتقاليه. طب الحركه الانتقاليه دي هتحصل بسبب ايه؟ بتحصل بسبب ان الاكتيف بيزق الحيطه ناحيه الباسيف، فلما الاكتيف يكون اكتر من الباسيف هيروح زقها فتتحرك حركه انتقاليه في الاتجاه ده، تمام؟ وممكن نسميها سلايدنج، تمام؟ برضو ده المسمى ده هتسمعه قدام كتير. او الحركه الثانيه روتيشنال موفمنت. يعني ايه؟ يعني الحيطه هيحصل لها دوران. خلاص هتحصل لها دوران فين؟ على النقطه بتاعه النهايه بتاعتها هنا كده. طب هتحصل لها دوران بسبب ايه؟ بسبب ان سميشن الاي اكتيف مركز في نقطه معينه على بعد معين من نهايه الحيطه، فهيعمل لي مومنت هنا، وعكسه الباسيف مركز في نقطه معينه على بعد مسافه معينه من نهايه الحيطه فيعمل مومنت عكسه. فلما المومنت الاكتيف يغلب المومنت الباسيف هيحصل دوران للحيطه في الاتجاه ده، تمام كده؟ فالحيطه ممكن تنهار سلايدنج او ممكن تنهار اوفر تيرنينج بسبب المومنت، تمام؟ طيب ازاي بقى اشيك على الحاجات دي؟ تعال نشوف. اي عشان تشيك على اي حاجه لازم تعرف ايه القوى المؤثره وايه القوى المقاومه، تمام؟ فايه المؤثر بالنسبه لك في السلايدنج؟ هنقول كده ايه الاف اكتنج. القوى المؤثره هي الاي اكتف، صح؟ هي اللي عايزه تحرك الحيطه. طيب مين اللي هيقاومها؟ الاف ريزيستنج اللي هي الاي باسيف، ان هي اللي عايزه تقاوم الحركه اللي ممكن تحصل. وبالتالي لو انا عايز اشيك لازم يكون الاي باسيف اكبر من الاي اكتف. طب اكبر منها وخلاص؟ لا، لازم تكون اكبر منها بفاكتور اوف سيفتي مناسب، على الاقل تكون ضعفها او مره ونص منها، تمام؟ فانا عايز اقول ان في فاكتور اوف سيفتي اجينست السلايدنج لازم يكون مثلا في بعض الكودات بيقول لي ان هو لازم يكون اكبر من او بيساوي 2، تمام؟ طب الفاكتور اوف سيفتي ده احسبه ازاي؟ اي فاكتور اوف سيفتي هو مقاومه على كو اكتنج، وبالتالي الفاكتور اوف سيفتي اللي انا عايز احسبه ده هيساوي الاي باسيف على الاي اكتف. ده لازم يكون اكبر من او بيساوي 2، تمام كده؟ طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان لازم يكون القوى الباسيف ضعف القوى الاكتف كقيمه علشان تقدر تقاوم السلايدنج وعشان يبقى عندي فاكتور اوف سيفتي مناسب. طيب يا باشمهندس، ما هو الاي باسيف اكبر من الاي اكتف، يعني الباسيف هيزق الحيطه ناحيه الاكتف، ده هيحصل؟ ده هيحصل؟ لا مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ لان القوى الباسيف مش هتتولد كلها، احنا بنحسب اقصى قيمه للقوى الباسيف ممكن السويل تولدها. طب هل القوى الباسيف هتتولد كلها؟ لا، هي هيتولد منها اللي على قد الاكتف، على قد اللي يقاوم الاكتف. ليه؟ لان اصلا القوى دي بتتولد بناء على حركه. طيب الاكتف كان 10 طن، عمل لي سنتي موفمنت، هل في داعي ان الباسيف يولد ال 50 كلهم بتوعه؟ لا، هو هيولد على قد الحركه اللي اتحركها، وبالتالي هيولد قوه على قد القوى اللي جايه له اساسا، تمام كده؟ فما خافش ان الاي باسيف اكبر من الاي اكتف، لان اصلا الاي باسيف مش هيبقى الرقم ده، هو هيبقى رقم اقل من كده بكتير. خلاص كده؟ بس انا بطمن ان لو الاي اكتف كان اكبر حاجه فيه، ان الاي باسيف له اكبر حاجه فيه اكبر منه بكتير. تمام كده؟ ده كده الموضوع بتاع الترانزيشنال موفمنت. نفس الفكره في الاوفر تيرننج او في الروتيشنال موفمنت. هنقول ايه؟ فين القوه بقى المؤثره؟ هنقول ان هي عزوم ام اكتنج، لان هي حركه دورانيه. طب مين الاكتنج؟ الاي اكتف لما يتضرب في دراع العزم بتاعه اللي هو سميناه المره اللي فاتت واي اكتف. طب مين اللي بيقاوم الام ريزيستنج؟ هو العزم اللي بيتولد نتيجه للباسيف، يعني الاي باسيف في الواي باسيف، تمام كده؟ طيب برضو عشان ابقى ستيبل لازم يكون الام ريزيستنج اكبر من او بتساوي الام اكتنج، واكبر منها فاكتور اوف سيفتي مناسب، وبالتالي اروح احسب فاكتور اوف سيفتي اجينست الاوفر تيرنينج. الفاكتور اوف سيفتي ده لازم يكون اكبر من او بيساوي 2 برضو، ممكن تسمعوه في بعض الحاجات 1.5، تمام؟ طيب الفاكتور اوف سيفتي ده احسبه ازاي؟ بيساوي الام ريزيستنج على الام اكتنج. اي فاكتور اوف سيفتي ريزيستنج على اكتنج، يعني الاي باسيف في الواي باسيف على الاي اكتف في الواي اكتف، ده لازم يكون اكبر من او بيساوي 2، تمام كده؟ حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب انا بعرف اشيك، تمام، وبعرف اطلع فاكتور اوف سيفتي اجينست السلايدنج، وبعرف اطلع فاكتور اوف سيفتي اجينست الاوفر تيرنينج. طيب لو طلع حاجه منهم ان سيف، ايه الحل؟
الحل ان انا اجيب قوة اضافية في نفس اتجاه الباسيف تساعدني في السلايدنج، وقوة اضافية دي تكون بتولد عزم يساعدني في نفس اتجاه عزم الباسيف يساعدني في الاوفر تيرنينج. تمام كده؟ القوة الاضافية دي مبدئيا كده برضو هتعرف تفاصيلها قدام، بقدر احط انا عنصر لو دي حيطة وادي الباسيف وادي الاكتف، بعرف احط عنصر اضافي في اول الحيطة على بعد 2 متر من وش الارض، على بعد 3 متر من وش الارض. العنصر الاضافي ده بيحقق لي كونديشن ركيزة، فبدل ما الحيطة كانت كانتليفر بقى فيه سبورت فوق عند وش الحيطة او على بعد 2 متر او بعد 3 متر. تمام؟ طيب السبورت ده حققه ازاي او ايه العناصر اللي انا ممكن احطها؟ ممكن تسمع مسميين، يا اما استرات يا اما انكر. برضو هتعرف تفاصيل عن الكلام ده اكتر قدام. طيب بس عايز اقول لك برضو الاسترات ده هيشيل قوه قد ايه او شكلها ايه؟ الحيطه دي عايزه تزق او الاكتف عايز يزق الحيطه في الاتجاه ده، وبالتالي الاسترات هيشيل قوه من الاكتف صح؟ فهيرد عليه في عكس اتجاهه فيبقى يرد عليه كده. تمام؟ ولو الاسترات ده ماسك حيطه من الناحيه الثانيه فيرد عليها كده، فبقى في ايه؟ كومبريشن. يبقى الاسترات ده دايما بيشيل كومبريشن. طب لو انكر الحيطه دي او الاكتف عايز يزق الحيطه في الاتجاه ده والانكر بيشدها في الناحيه الثانيه، تمام؟ فهيشيل ايه؟ قوه تنشن. يبقى انا لو حطيت العنصر الاضافي بتاعي ناحيه الحفر او ناحيه الفاضي فهسميه استرات وبيشيل كومبريشن، لو حطيته جوه الاكتف يعني جوه التراب او جوه التربه هسميه انكر وبيشيل قوه تنشن. تمام؟ طيب اللي انا عايز اعرفه دلوقتي او عايز اعمله، عايز احسب بقى القوه اللي في الاسترات او القوه اللي في الانكر اللي تخلي السلايدنج سيف واللي تخلي الاوفر تيرنينج سيف. تمام كده؟ طب تعالى كده نشوف ايه اللي اتغير بقى في الكونديشن لما حطيت الاسترات ده. هل القوه الاكتنج اتغير فيها حاجه؟ لا، هي زي ما هي الاكتف. طب مين الريزيستنج؟ كان عندي قوه باسيف وزاد عليها القوه المتولده جوه الاسترات. تمام؟ فما عندي في الريزيستنج زائد الار مثلا استرات او ار انكر. تمام؟ وبالتالي لما اجي احسب الفاكتور اوف سيفتي بتاع الاوفر السلايدنج هحط مع القوه المقاومه اللي هي فوق هجمع عليها ار استرات، ولازم الفاكتور ده يكون اكبر من او بيساوي 2. فده لو عندي الاكتف وعندي الباسيف وعايز اشوف القوه الاسترات اللي تخلي السلايدنج سيف هحط الرقم ده ب2، فبقى عندي مجهول واحد اللي هو الار استرات اقدر اطلعه. تمام؟ نفس الكلام في الاوفر تيرنينج، لما نشوف ايه اللي زاد في الريزيستنج، طبعا الاكتنج زي ما هو، اللي زاد في الريزيستنج الار استرات، وما تتضرب في دراع العزم بتاعها هنسميها واي استرات. تمام كده؟ طيب لما نيجي نحسب الفاكتور اوف سيفتي برضه هزود فوق في القوه المقاومه قيمه العزم اللي زاد بتاع الاسترات، يعني ار استرات في واي استرات. فلو انا عندي حيطه انسيف وعايز احسب لها القوه اللي في الاسترات اللي تسيفها اوفر تيرنينج احط المعادله دي واحط الرقم ده ب2، فيبقى عندي مجهول واحد اللي هو الار استرات. ليه؟ لان انا عارف انا حاطط الاسترات على وش الحيطه ولا حاطه على بعد 2 متر على بعد 3 متر. تمام؟ فيبقى عندي مجهول واحد اللي هو الار استرات اطلعه. خلاص كده؟ طيب عشان الحيطه تبقى سيف هاخد انهي ار استرات من دول؟ اللي سيفت سلايدنج ولا اللي سيفت اوفر تيرنينج؟ الاكبر ما بينهم. ليه؟ لان هي طالما سيفت اوفر تيرنينج واصغر منها سيف سلايدنج مثلا، يبقى الكبيره هتسيف الاثنين، يبقى انا هاخد ار استرات بتساوي الماكسيمم اوف سلايدنج اللي انا هجيبها من السلايدنج يعني، واللي انا هجيبها من الاوفر تيرنينج. تمام؟ حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب تعال نجرب بقى كده على المسالتين اللي احنا اشتغلناهم المره اللي فاتت. احنا كنا اشتغلنا مسألة من الأول للآخر وطرعنا فيها الآر أكتف والآر باسيف ومكان تأثيرهم، ومسألة تانية اشتغلنا قلنا بس الجزء الأولاني فيها بس أنا كنت حللها ومطلع برضه إيه القيم بتاعتها. فتعالى نشوف هنشيك عليهم الأول سلايدنج أوفر تيرنينج ونشوف لو محتاجين عنصر إضافي نحطه هنحطه ونطلعه إزاي. مثلا الحيطة الأولانية اللي هي كان فيها الآر أكتف 41.5 والآر باسيف ب 26.5 تقريبا، ومكان تأثير الأكتف على بعد 2.77 والباسيف على بعد 1.34. طبعا باين من الأرقام إن الأكتف أكبر بكتير من الباسيف. تمام؟ فتعالى كده نحسب فاكتور أوف سيفتي أجينست السلايدنج،
هيساوي الاي باسيف على الاي اكتف، يعني 26 55 على 41 ونص هيطلع اكبر من نص الحاجات بسيطه، تمام؟ يعني اقل من 2 يبقى ان سيف، تمام؟ ولو جينا نقول فاكتور اوف سيفتي اجينست الاوفر تيرنينج هيساوي الاي باسيف في الواي باسيف على الاي اكتف في الواي اكتف. الكلام ده هيساوي الاي باسيف كانت 26 55 في 1 34 والاي اكتف 41 ونص في 1 في 2 77، تمام كده؟ تقريبا الاكتف هيبقى اكتر من الباسيف بس برضه هيبقى اقل من 2. الاكتف كده كده اقل من اكبر من الباسيف، فالفاكتور ده يطلع اقل من 2، تمام؟ فيبقى انت اون سيف سلايدنج وان سيف اوفر تيرنينج، فيبقى انت محتاج عنصر اضافي. فخلينا نفترض ان احنا هنستخدم استرات عند التوب فور، يعني عند بدايه الحيطه زي ما انا رسمه هناك كده. خلاص الحيطه دي كان طولها الكلي تقريبا كان 2.5 زائد 3 زائد 3، فتقريبا كانت 8 متر ونص، تمام؟ فخلينا نحط برده الابعاد، كانت لحد هنا 2.5 ودول 3 ودول 3، تمام كده؟ فانا هحط عنصر اضافي هنا كده. خلاص؟ فتعالى نحسب الار استرات اللي انا هحطه ده. فانا هقول ان الفاكتور اوف سيفتي اجينست السلايدنج لازم يبقى اكبر منها او بيساوي 2، وبالتالي ال 26 55 لما اجمع عليها ار استرات واقسمهم على ال 41 ونص لازم يساوي 2 على الاقل، ومن هنا هطلع ار استرات اللي هتسيفني سلايدنج. واروح اقول فاكتور اوف سيفتي بتاع الاوفر تيرنينج اكبر من او بيساوي 2، فراح اقول ان ال 26 55 لما اضربها في 1.34 وازود عليها ار استرات مضروبه في 8 متر ونص واقسمها على 41.5 مضروبه في 2.77 ده يساوي 2، هطلع منها ار استرات. هتحسب الكلام ده وتاخد الماكسيمم اوف 1 و2، لو سمينا دي 1 وسمينا دي 2 يبقى ده الار استرات اللي انت عايز تستخدمه. يبقى انت تروح كده تقول ايه، انا عايز استرات احطه في مكان التوب اوف وول يقدر يشيل مثلا 100 طن، فتروح بقى تروح تجيب قطاع ستيل يقدر يشيل كوره كومبريشن 100 طن وتشوف الطول بتاعه قد ايه والباكلنج بتاعه ازاي وهكذا، تمام؟ حد عنده مشكله في الحته دي؟